بسم الله الرحمن الرحيم. درس جديد من دروس سلسلة الهيدروليك هيدروليك سيريز. Nozzle size and velocity. Sorry. Nozzle size and velocity. يعني راح نحكي عن حجم السايز الخاص بالنوزل وكذلك الجت velocity يعني سرعة خروج الطين من المنفذ. تابعوا يعني. هذا هو النوزل، يعني للي ما شايفه هو هذا النوزل. انواع هو النوزل اللي يعني يختلف من دقاقه الى دقاقه، اللي هي البي دي سي والرولر، ويعني انواع متعدده. يعني اعتقد انا اكو درس من دروس شارحه سابقا. اذا يعجبكم على المعدات فروحوا للدقاقات، البلاي ليست موجوده مكتوب عليها بيت، ادخل عليها وشوف شنو اللي شارحه عن الدقاقات. وان شاء الله يعني دائما احنا نغذي المعدات بالشروحات حتى يعني تكون كامله وما تحتاجون يعني درس من الدروس الا ما تلقوه كله بالقناه ان شاء الله. بس يعني لازم احنا نشرح بين معدات اوبريشن، يعني عمليات، فحص هندسي، سلامه، وهكذا. يعني ان شاء الله ما نخلي شيء ما نشرحه الخاص بالقطاع النفطي، الله يسهل ان شاء الله. فنرجع لموضوعنا اللي هو النوزل سايز حاليا. و هذه المعدة شايفيها او ما شايفيها؟ ما اعتقد يعني الاغلبية ما شايفيها. هي معدة يقيسون بيها قطر النوزل، وبنفس الوقت يقيسون بيها الوير الخاص بالبي دي سي، يعني حجم التآكل اللي يصير بالبي دي سي. هاي طبعا انا شفتها، حصلتها من يعني الصورة حصلتها من جوجل، وسعرها 18 تقريبا، 18 دولار هذه القطعة. زين، هنا ما اعتقد عندنا بالعراق فتشي يعني هيجي ينباع، بس اعتقد على الموجود على الامازون موجود هيجي معدات يعني تقدر تحصلها. فهي هذه معدة يعني قياس نوزل جيج يسمونها، ستانلس ستيل نوزل جيج with BDC wear indicator. زين، نجي لموضوعنا اللي هو النوزل سايز. طبعا هنا من نحسب من اثنين فما فوق. زين، النوزلات، النوزل سايز المعادلة مالته اللي هي 3.536 مضروبة بالجذر جي بي ام اللي هو جالون بير مينت على عدد المنافذ، على عدد المنافذ يعني الفلوريت على عدد المنافذ. زين، وكأنما قاعد توزع انت الحجوم مالتك الفلوريت مالتك مضروب في الكثافة على فقدان الضغط عند الدقاقة. هذا يسمونه قانون نوزل سايز، حتى تحصل من عنده شنو حجم النوزل. زين، هسه حاليا نتحول الى مثال اللي هو عندك هنا عندك الويت مالتك 12، وعندك الدرو البريشر دروب ات بيت 2038، والجالون بير مينيت اللي هو الفلوريت 450، وعدد المنافذ انه نمبر اوف جيت 3 يعني عدد 3. هنا هذا مثل ما قلت لكم هو سكوير ار تي، يعني سكوير روت جذر التربيع يعني معناته. المهم هذا الرقم اللي هو ثابت، الجذر التربيع ال 450 على 3 القانون، اذا تتذكرون هذا شوفوا هذا نفسه. زين، على 3 الكثافه وجذر هذا التربيع، الكثافه على يمين على فقدان الضغط عند الدقاقة. مجرد تطبيق ينطيني 11.99. حلو، هذا 11.99، خلي نحفظ هذا الرقم. انا هسه هنا 11.99 هذا حجم من حجم النوزل. زين،
حجم النوزل انا هنا شو اخلي؟ اخلي 12 اخلي 11 وانا عندي عدد نوزلات 3. اكو طريقة حددوا بيها شلون انت من تطلع لك كسور. قال لك اذا if answer is between، يعني اذا كان النوزل سايز 11.8 and 12.2 زين choose 3، يعني 3 اللي هي 12 على 32، يعني نوزلاتك تكون 12 على 32 اذا كان عندك 0.8 زين. الحالة الثانية اذا كان 11.5 الى 11.8 اوكي، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي واحد ابو 11 زين، و 2 ابو 12 اوكي. اذا كان عندي 11.2 يعني هو بتوين يعني يبدي عندك من ال 11.2 الى 11.5 فراح يكون عندك وكانما هنا انت هنا 11.5 11.5 يعني اقل من عدها خلينا نقول 11.4 11.2 الى 11.4 هيك يعني هنا 11.8 الى 12.1 وهكذا يعني بيناتهم زين. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا اختياري تشوز 2 ابو ال 11، ليش؟ لانه هنا قريبات على ال 11 اقل من الخمسه، فانت من خمسه وفوق انت شنو تختار؟ من خمسه وفوق تختار شنو؟ تختار واحد ابو 11 واثنين ابو 12. اذا كان عندك اقل من الاربع 11.4 فاثنين ابو 11 وواحد ابو 12. من يبدي عندك من ثمانيه فانت كلهم 12، يعني اذا هنا 12 مثلا و12 وثمانيه اكيد راح يصير هنا ثلاثه، يعني ثلاثه ابو 13 يعني قصدنا، مو يعني هذا الرقم ما ثابت، هو يقصد على الكسور هنا 8 5 2 وهكذا هيك زين. سؤالنا هنا 11.9 9 شو اختار هنا؟ اوكي انا طبعا التعليقات غلقتها لانه اليوم تعرضت الى يعني صراحه الى تهجم يعني بمسبه وغلط ما اعرف شنو السبب، يعني واحد يشرح ويتعب ويهلك وشنو النتيجة وشنو محصل ما أعرف، يجي واحد يغلط عليه هيك بالخالي بلاش. على كل حال فتعليقات بعد ماكو غلقتها، ف يعني راح تكون هي عبارة عن قناة بس مجرد انه تتباوع لها، بعدها تبقى يمك ترد تطلايك ديسلايك هاي يمك، هذه هي القناة لفائدتكم مو لفائدتي يعني. انا بس مجرد قاعد انقلكم المعلومة، جمعكم المعلومات واعطيكم اياها جاهزة وكاملة، فما احتاج معدكم شيء انا الكم، هي هذا الشيء الكم انا. هو طبعا الشيء اللي احصله انه انا يعني يعني لاجل الثواب، الاجر والثواب فقط زين، وبالمقابل نتقابل بشيء سيء زين. على كل حال فهذا الرقم 11.9 اللي هو شنو هو 11.9 معناته 12، هو هنا أنا قريب يعني للثمانية، هو 11.8 وفوق، فراح يصير ياخذ الرقم الأكبر اللي هو 12، فراح تكون عندك ثلاث نوزلات هي 12 زين. خلصنا من هذا الموضوع، عرفنا شلون نحصل على سايز النوزل. نجي على اليمن، نجي على السرعة اللي تطلع لي من المنفذ زين. هنا يقول لك هنا speed at which mud is traveling through each nozzle often called jet velocity، يعني يقول لك هي السرعة اللي من خلالها اللي يعني سرعة الطين، خروج الطين من المنفذ، شو يسموها؟ يسموها jet velocity زين. قانونها طبعا يفوت لكل سكن، قانونها بها قانونية
يختلفن وين؟ يختلفن يا اما تريد تكتب رقم ال يعني ايش قد القطر مالت النوزل او تريد نوزل اريا. هسه واحد يقول لي شلون احسب النوزل اريا؟ طبعا انا قانونها قانون يعني دائره مساحه دائره. المهم نجي هنا حتى نفهمكم بعدين نرجع لهذا القانون. هذا القانون هذه او هذا القانون يا اللي يعجبك استخدمه حسب المعطيات اللي موجوده عندك كيفك. المهم تعطيك شنو سرعه الجيتنج يعني من خلال النوزل ثابت مضروب في الفلوريت قلم بير مينت على النوزلات. كم نوزل عندك؟ 7 8 9 تسطرهن كلهن وكل واحد مرفوع الى تربيع. خلصنا من عنده مثلا 12 12 12 جزء 1 13 جزء 1 14 15 16 17 وهكذا. المهم ترى النوزلات هي مستمره لحد ما توصل 32 معناته بعد هو without نوزل لانه بعد هو انتهى بعد هو 32 زين فمستمر يعني. عندك هنا هذا القانون هو قلم بير مينت على ثابت مضروب في النوزل اريا. نوزل اريا وشنو هو؟ باي على 4 دي تربيع. هسه تقول هذا النوزل واحد بعدين تضرب من كم نوزل عندك؟ هسه تقول اذا اختلف عندي اختلف عندك تحسب مساحه للمتشابهات ايش قد عددهن يعني باي على 4 خوش باي على 4 دي تربيع مثلا ابر 12 عندي 2 مثلا باي على 4 دي تربيع زين هذا طلع في 2 طلعت لي مساحه زائدا ايش قد عندي هنا مثلا ابو 14 هم باي على 4 دي تربيع خوش حكي ايش قد مثلا ابو 14 1 هاي تجمع هذا ويا هذا انتهت القصه. تريد اذني اثنينات تجمعن الاقطار وبعدين تضربهم شو تريد؟ هي شغله رياضيات لا اكثر ولا اقل. بس المهم النوزل اريا هي عباره عن باي على 4 نسبه ثابته على 4 مضروبه في الدي تربيع مضروبه بايش؟ بعدد النوزلات المتشابهه زائدا النوزلات نفس المساحه للنوزلات المختلفه حتى تجمعهن سوية وتطلع لك مساحه النوزلات. اما اذا كان كلهم متشابهات فهي ايش قد عندك عدد؟ 4 مثلا 3 تضرب من في 3 تطلع لك النوزل اريا. هذا القانونين تستخدمهم حتى تحصل على النوزل فيلوسيتي. نروح لمثال. مثال وراح نستخدم بيها القانونين. عندك مثلا قلم بير مينت هلقيت نوزل سايز 3 في 12 يعني ايش قد عندي؟ عندي 3 ابو 12 على 32 حلو. او نوزل اري هسه هاي اذا تحسبوها حسبوها وشوفوا راح تطلع النتيجه نفس هذه باي على 4 دي تربيع اللي هو 12 دي تربيع في 3 راح يطلع لك هذا الرقم. هذا الرقم يطلع سكوير الانج. هذه تجي هنا هذا ثابت مضروب في القلم بيرمنت على ايش قد عندك؟ جي 1 12 جي 1 معناته جيت يعني المنفذ وهذا 12 وهذا 12 الكل مرفوع الى تربيع تطلع لك 435 فوت لكل سكند. هذه شنو هذه؟ سرعه خروج السائل من المنفذ مو الواحد كلهم. اوكي نجي على اليمن على القانون الثاني اللي هو قلم بيرمنت على 3 نوزل اريا زين تثبتها تضرب هذه الثابت بالنوزل اريا اللي هو هذا 0.3313 راح يطلع لك 435 فوت لكل سكند. شغلة بسيطة وسهلة على الأقل أنت تفتهم شلون قاعد يصير عندك الجريان السائل من خلال الدقاقة من خلال المنافذ مالتها وشلون اختاروها السايزات مالتها على أساس كثافة الطين وعلى أساس الدروب أو بريشر دروب أت بيت وهكذا. هاي شغلة بسيطة وسهلة بس يراد لنا شوية نقرأ زين والله يسهل إن شاء الله. اعتقد لي هنا انتهى الدرس مالتنا و خلينا نشوف شنو نشرح بعد ان شاء الله. المهم نكمل الهيدروليك ونتحول الى مواضيع ثانيه. في امان الله.